لا ناويين النهارده بقى ناكل فلافل. يوم شوف فلاحي في وسط اه بسم الله، الخل. شفت ادي الوش بتاعه التاني يلا اهو. قولي بسم الله. وبطاطس بطيخ. قولي آه بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول للحريم اللي اتغربوا ومش لاقيين مخبز حواليهم ما يزعلوش، بخبز في الفرن العادي ابو 4 شعلات من فوق اهو، والعيش بيطلع على الصاجة من تحت بيطلع من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع اقلب. لو انا استنيت عليه، شفت اهو بسم الله الرحمن الرحيم، لو انا استنيت عليه عشان اشغل له الشواية هينشف مني. وادي ببركة بسم الله، شفتوا العيش لونه حلو ازاي بفضل الله. وبرجع ابططه وحطه على صينية على قماشة زي ما انتم شايفين كده. وتنفخ من غير شفت نفخ. اه شفت سبحان الحي القيوم، النفخة دي جت من عند الأطباء. شوفوا انا خبزت قد ايه بفضل الله، شوفوا الصورة دي. شفتوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، من طبعا ورا كله من فوق، وكله من فوق ينفع سندوتشات. ينفع سندوتشات وللحبايب كلاتها. ولو عملت حواوشي هيبقى في منتهى الجمال. يفيد من هذا اليوم، حطي في الفريزر هتلاقيه زي الصبح بالظبط. شفتوا بفضل الله العيش قد ايه. بنقول للست اللي بتتغرب ومحولهاش فرن، هنشوف تشوف تتصرف اهو بفضل الله. شفت العيش منفوخ ازاي داخل الفرن، يا بركة بسم الله. شفتوا بقلبه وبتن حرك فيه كده اهو، وبسم الله ما شاء الله يطلع في منتهى الجمال. لا ناويين النهارده بقى ناكل فلافل. يوم شفت فلاحي في وسط اه بسم الله، الخل. شفت ادي الوش اه بسم الله الرحمن الرحيم. والله الفرن عندي كبير، ياخد 4 حطي، ياخد 3 حطي، بفضل حسب طبعا هنا ما فيش مطرحه بقى. لا حسب الحجم اللي انت بصي بقى في اهو لسه حطاهم اهو قدامكم عجيش. ولو طلعت لفوق شويه كده على الحرف ايه احركها شويه. طبعا العين من تحت اللي شغال، العين اللي تحت بس اللي عالية شغال على الآخر ولا عالية وسط؟ على الآخر. العيش عالية على الآخر. بيحب الفرن يكون حامي. تمام يا بركة بسم الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ادي كمية العيش اللي احنا عملناها النهارده وزي الفل. ممكن تعملي السندوتشات، ممكن تعملي زي ما انت عايز. شوف وادي اخر بفضل الله، شفتم بفضل الله شفتم. ممكن تعملوه سندوتشات وممكن تعملوه زي ما انت عاوزه بفضل الله، كله زي الورد. الحمد لله رب العالمين، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. اليوم أكلتنا بسيطة جدا بالعيش الصبح، طعمية، عجينة طعمية معجونة في البيت وحطها في الفريزر. دي صوابع ماما كانت بتشوفها فكت ولا لا، عشان كانت محطوطة في الفريزر عشان محدش يخبط. وعندنا البدنجان مقطعاه وحط رش عليه ملح علشان ايه يدبل، وفي نفس الوقت بيسرد ميه كتير كتير اللي بتنزل في الزيت وبتخليه يشرب الزيت كتير. ده كده ما بيخلوش يشرب زيت، ما بيشربش زيت كتير. وعندنا فول مدمس وبيض وبيض بلدي، وعندنا تونه، وعندنا ليمون، وفي بطاطس ان شاء الله وان باذن شاء الله الله بطاطس محمره كمان. سلطة. يوم فلاحي اصلي اصلي اصلي، وطبعا لازم يكون في سلطه موجوده ان شاء الله. لازم جنب الحاجات دي لازم طبعا تكون سلطاتنا. الطعميه بنكسر عليها بيض، تمام. الطعميه بنكسر عليها بيض ونحط ذره بيكنج باودر عليها ونقلبها ونقليها، فبتطلع نفشه كتشاي نفشه. طبعا كل واحد وعادته بقى عايز يعمل، تعملوه بالطحينه، تعملوه بالثوم وطماطم بالطحينه، ماشي شغال. تعملوه بالليمون بس شغال اللي نفسك تعمله في الفول المدمس. نشوفكم معانا فول طعميه بطاطس. العيش الصبح الاول اهم شيء، وندعي للحاجه اسعد الصحة الدايمة. كان ما كانت الحاجة تخبز رغيفين يقولوا تعالي ننام. لازم السلطة عنده ايه؟ ثاني ايدك يا انت. السلطة والطعمية والفول. الزيتون وادي تونه وبدنجان وادي بطيخ وادي بلح.
بلح تمر. واكلتنا النهارده شعبيه 100% من اول الخبيز لي. زيتون شطه بزيتون وجزر. ده صوت اندلس اللي بتاكل. هتاكل ايه اندلس؟ بطاطس وبيض وفول. لا يلا عندنا بطاطس بطيخ يلا خلاص.